السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في هذا الفيديو آخر من أجل تتمة تصحيح الامتحانات الوطنية الخاص بالفصل الثاني القوانين الإحصائية لانتقال الصفات الوراثية. قبل ما نبدا في حال هذا التمرين، ما نساوش البارطاج مع لي زامي ديالكم، راه كاين اللي كيكون محتاج لفيديو بحال هادوما. ان شاء الله كنظن ان الطريقه ديال الشرح بسيطه والاغلبيه يعني اللي تبع معايا غادي يفهم. كان شي حاجه في الكور؟ مرحبا، يعني اي سؤال مرحبا، ما كاينش شي مشكل. المهم على اي نبداو في الامتحان الوطني ديالنا، غنشوفوا النورمال ديال 2017 مسلك علوم الحياه والارض. شوفوا معايا التمرين. من اجل دراسه بعض جوانب انتقال صفتين لون العيون ولون الجسم، دابا حنا ماشي كنقراو وحنا كنفهمو صافي. اذا دابا حنا رحنا في الهجونات الثنائيه، لون العيون زائد لون الجسم عند البعد. تم انجاز تزاوجات تاليه. التزاوج الاول، اجي معايا، تم بين بعوض من سلالة متوحشة ذات عيون أرجوانية، أي آية الكاركتر الأول أرجوانية، وجسم رمادي، وبعوض من سلالة طافرة ذات عيون فاتحة اللون وجسم أسود أرجوانية رمادي مع فاتح اللون زائد جسم أسود، عيون فاتحة اللون زائد جسم أسود. أعطى هذا التزاوج إلى إفان جميع أفراده لهم مظهر خارجي متوحش، يعني إيش؟ عيون أرجوانية وجسم رمادي، صافي. التزاوج الثاني، انت كتقرا معايا وانت كتخيل الاسئله والاجوبه في نفس الوقت، راكم عارفين النمط ديال الاسئله كيفاش كيجي في التمارين بحال هكا. بالنسبه للتزاوج الثاني، تم بين اناث من الجيل اف 1، يعني اف 1 اللي جبرنا، الكاركتر اللي عنده مظهر خارجي طافر يعني عيون ارجوانيه وجسم رمادي، مع ذكور بعيون فاتحه اللون وجسم اسود. يعني هنا شنو خصك تفهم معايا؟ خصك تفهم معايا بلي انه تزاوج راجل. اعطى هذا التزاوج الى اف 2 بريم مكون من اش؟ شوف معايا، 159 162 65 65. هنا فاش تشوف معايا هاد الاعداد بحال هكا، جوج صفات كبار جوج صفات صغار، هنا تاني اوتوماتيكمون خصك تعرف معايا ان المورثتين مرتبطتان. حنا نصفقوا الاحداث ولكن باش اننا نبقاو نفهموا صافي. بالنسبه للسؤال الاول، قال لك ماذا تستنتج من نتائج التزاوج الاول؟ المهم في الوسخ ديالكم اشنو خصكم ديروا معايا هنا بحال هادشي اللي كتبت لكم هنا. التزاوج الاول عيون ارجوانيه جسم رمادي، فاش في عيون فاتحة وجسم أسود، صافي. شنو عطانا؟ اف ان كامل عنده 100% عيون أرجوانية وجسم اش؟ رمادي. هنا في الاستنتاج ديالنا من خلال التزاوج شنو غادي نقولوا؟ شنو كندرزوا؟ دو كاركتير، يعني صفتين وراثيتين. يعني هنا شنو غادي نقولوا؟ نحن في الهجونة الثنائية، وشنو غادي نشوف واحد آخر؟ يعني واش تحقق القانون أولي ماندير؟ من طبيعة الحال بما أننا جبرنا 100% من صفات أحد الأبوين، يعني أنه تم تحقق القانون الأولي ماندير. زيد غنمشيو للسيادة والتنحي، عيون أرجوانية سائدة على العيون الفاتحة وجسم رمادي سائد على الجسم الأسود. هادشي اللي خصك تقولي شنو كنستنتج. 0.5 في جميع الأسئلة كتحطو بحال صافي. دائما شوف ليا شمن هجونة كندرسو. تاني حاجة القانون الأولي ماندل، يعني زي الآباء من السلالة نقية غاس بيغ، وخا يقولوها لك عاودها لهم، وخا يقولوها مثلا في دوني عاودها ما خسر والو. بالنسبة للعارضة الثالثة كنقولو السيادة والتنحي صافي. السؤال بسيط ما يحتاجش زعما الصراحه يطيح. 0.5. السؤال الثاني، باستثمار نتائج التزاوج الثاني بين معللا اجابتك ان المورثتين مرتبطتين. هذا الجزء الاول من السؤال. بالنسبه للتزاوج الثاني شنو فيه؟ انت من اف 1 في ذكر بعيون فاتحه، عيون فاتحه وجسم اسود. شنو عطانا؟ عطانا الأربعة ديال المظاهر الخارجيه بنسب متفاوته من طبيعه الحال، والصفات الابويه، الصفات الأبوية أكبر بكثير من الصفات جديدة التركيب. لاحظتوا معايا أنت، عيون أرجوانية جسم رمادي، هذه بالنسبة لإف أن، فاتحة اللون وجسم أسود بالنسبة للبيغيسيسيف ثنائي التنحي صافي. والتزوج هذا كنسميه تزوج راجع صافي، هو اللي كيخلينا نتأكدوا من النمط الوراثي ديال إف أن صافي. يعني شنو غادي نديروا هنا؟ خصنا نبينوا بأن المورثتين مرتبطتين. من طبيعة الحال راحنا جاوبنا، ولكن نعودوا شنو كنقولوا؟ في اف 2 يعني الجيل اف 2 ناتج عن تزاوج اختباري، ويتكون من اربع مظاهر خارجيه، بحيث ان نسبه المظاهر الخارجيه الابويه اكبر بكثير من نسبه المظاهر الجديده التركيب، كما كتشوف معايا هنا غو كومبيني بارونتو صافي. اذا المورثتين المدروستين مرتبطتين صافي. اذا كانوا مستقلتين خصنا نجبروا اربع مظاهر خارجيه بنسب متساويه صافي. شوفوا مثلا الاعداد المتساويه 65 65 65 اكسيتيرا، يعني ملي نحولوها غادي نجبروا 25% 25% 25%.
بالنسبة للشق الثاني من السؤال، شنو قال لك؟ ثم فسر باستعمال رسوم تخطيطية مناسبة الظاهرة المسؤولة عن تشكل مختلف أنماط الأمشاج عند إناث الجيل FA. هنا بغوا يضربونا على تخليط الضم سبغي من طبيعة الحال. شوفوا معايا باش غادي نرمزوا المورثات. المورثات هنا غادي نرمزوا البي بلس و بي الحليل المسؤول عن العيون، و ان بلس و ان على الحليل المسؤول عن الجسم. بالنسبة اف ان شنو عنده؟ اف ان لاحظتوا معايا قلنا المورثتين مرتبطتين. اف ان من طبيعة الحال اتيغو زيغوت، هذه هي الانثى. شنو غادي يكون عنده؟ غادي كان عنده بي بلس ان بلس على بي ان، صافي. هنا شنو غادي نديرو؟ هادو هما من طبيعة الحال كيكون عندهم تضاعف ديالهم، يعني كيكون عندهم بي بلس ان بلس بي بلس ان بلس هنا بي ان بي ان. هنا شنو غادي يوقع؟ هاد الطروفة هادوما في التخليط الضم الصبغي غادي يتلقاونا، صافي. هادوما غادي يتلقاو بحال هكا كيما كتشوفوا معايا، وغادي نعاودوها هنايا باش تبان تخي كلير، صافي. يعني غادي يعطينا هي بي بلس ان بلس، صافي. هنا غادي نديرو كامل بالحمار. بي بلس هادي ان غادي تطلع الفوقية، هادو اللي ان، صافي. بالنسبة هادي بي ان بلس غادي يهبط لتحت، هادو اللي بي ان بلس. وبالنسبه لهادي ريسيسيف غادي تبقى من تحت بي. كيفاش كنبينو بالرسم التخطيطي لظاهره العبور كنسميوها، ولا تخليط الضم الصبغي؟ هذا هو الرسم التخطيطي، يعني سؤال بسيط. شوفوا معايا السؤال 3، يعطي التفسير الصبغي لنتائج التزاوج الثاني مستعينا بشبكه التزاوج. اذا دابا غادي نمشيو نديرو التفسير الصبغي للتزاوج الثاني. شنو عندنا؟ اف ان في ثنائي التنحي، ثنائي التنحي بريسيسيف من طبيعة الحال. اف ان شنو عنده؟ بالنسبة المظهر الخارجي. اف ان شنو عنده؟ عنده بي بلس ان بلس، صافي. وبالنسبة لثنائي التنحي من طبيعة الحال بي ان، سابيا. هذا بالنسبة للمظهر الخارجي. النمط الوراثي اف ان شنو عنده؟ من طبيعة الحال اتيغو زيغوت بي بلس ان بلس بي ان، هو اللي بينا عاد دابا شحال كيعطينا من قاميط بالرسم التخطيطي اللي داز. بالنسبه لثنائي التنحي بي ان بي ان. غنمشيو للتفسير الصبغي للتزاوج الثاني. كما كتشوفوا معايا شنو عملنا؟ اف ان فوا ثنائي التنحي. بالنسبه للمظهر الخارجي الاف ان شنو عنده؟ بي بلس ان بلس. بالنسبه لثنائي التنحي بي ان. النمط الوراثي بي بلس ان بلس على بي ان، صافي. بالنسبه لثنائي التنحي بي ان على بي ان. كما خرجنا دابا في الرسم التخطيطي اربعه ديال الامشاج، اربعه ديال الامشاج. هنا كنت انني عملت 25% 25% 25%، ولكن حنا خاطئين من طبيعه الحال. ما ننساوش بلي اننا في حالات مورثتين مرتبطتين. يعني شنو غادي نجيو نديرو هنا؟ غادي نجيو نحددو البورسونتاج. كيفاش كنديرو؟ كما كتشوفوا معايا مثلا بغينا عيون ارجوانيه وجسم رمادي، كيفاش غادي نديرو من طبيعه الحال؟ لاحظتوا معايا في التمرين شحال عندنا؟ عندنا 159 159 على التوتال. التوتال شحال جبرنا؟ التوتال 450 على 450. كيفاش غادي نضربوها؟ غادي نضربوها في 100. شحال غادي نجبرو؟ 35%، صافي. يعني هنا شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو 35.33%، ما غاديش نديرو 25%، صافي. بالنسبة لبي ان 162 على 450 في 100 كومبيان؟ 36.36%. بالنسبة لبي بلس ان، بي بلس ان يعني عيون ارجوانية وجسم اسود، شنو غادي نديرو؟ من طبيعة الحال عندها 64 على 450 في 100 اللي كتجي 14.22 14.22%. بالنسبة لبي ان عيون فاتحة وجسم رمادي، عيون فاتحة وجسم رمادي شحال عندها؟ 65 على 450 في 100
14.44 في 100. وبالنسبة لهنا في الطابلو كذا قول مثال ما غاديش نديرو 25% 25% 25%، وإنما غادي نديرو هذا البورسونتاج اللي جبرنا وحسبناه صافي، يعني بي بلس ان بلس حاجة جبرنا 35.33%. بالنسبة لبي ان 36%، بالنسبة لبي بلس ان 14.22، بالنسبة لبي ان بلس شحال عندها 14.44. نستنتج أن النتائج النظرية اللي حسبناها تتطابق مع النتائج التجريبية اللي عطاونا في التمرين صافي. هنا ركزوا مزيان مع البورسونتاج، دائما ديروا الكالكول الى عطاكم بالبورسونتاج بالنسبة للأمشاج كتحطوهم ديركت ما عطاهم لكمش ضروري خصكم تحسبوهم صافي. نمشيو دابا لآخر سؤال، سؤال 4. شنو قال لك؟ احسب المسافة بين المورثتين ثم انجز الخريطة العاملية. لا ديستانس انتخ لي جين بي بلس ان بلس، شنو كنا كنجبرو؟ العلاقة ديالها شنو هي؟ العدد المظاهر الخارجية جديدة التركيب. جديدة التركيب صافي دي ريكومبيني، هادو هما اللي جبرنا مثلا بي بلس ان و بي ان بلس. علاش؟ على المجموع. فاش في 100 صافي. هنا غادي نديرو الكالكول ديالنا. الكالكول ديالنا شنو هو؟ شنو عندنا؟ المظاهر جديدة التركيب عندنا 65 زائد شحال 64. علاش؟ على التوتال اللي جبرنا شحال هو 450. فاش في 100 شحال جبرنا؟ 28. هنا شحال كتساوي لنا؟ هيا نديروها 65 زائد 64 على 450 في 100. اللي جبرناها كتساوي هي 28.66%. هذه هي لا ديستانس. حسبنا لا ديستانس، دابا شنو خصنا نديرو؟ حسبنا لا ديستانس جبرناها كتساوي 28.66%. صافي، هذه هي لا ديستانس انتخ بي بلس ان بلس. دابا خصنا ندير الخريطة العاملية ديالنا. الخريطة العاملية شنو كنجيو نديرو؟ كنجيو نمثلو المورثة ديالنا بحال هكا، وكنديرو هنا بي بلس ان بلس. هنا عطاونا بالبورسونتاج كيما عطانا مورغان، لأن 1% كتساوي لنا 1 سنتي مورغان. صافي، 1% كتساوي 1 سنتي مورغان، يعني 28.66% شحال كتساوي من سنتي مورغان؟ 28.66 سنتي مورغان. وانا كتجي وكتحسب مثلا بالمسطرة ديالك انتخ بي بلس ان بلس 68.66 سنتي متر، وكتجي كتكتبها هنايا، وكتجي وكترسمها هنايا مثلا بالمسطرة ديالك، يعني كل سنتي متر كيساوي سنتي مورغان، كدير 28.66 سنتي مورغان. وانا غادي تكون انك عملتي الخريطة العاملية ديالك، وغادي تكون ساليتي التمرين ديال القوانين الاحصائيه. نتمنى تكونوا استفدتوا معايا في الحل ديال التمرين. التمرين الجاي غادي نشوف غالبا راتراباج ديال 2017، يعني حتى هو في هذا الكالكول باش انكم تولفوا على الكالكول باش ما يكونش كاين مشكل. الا استفدتوا ما نساوش البارطاج مع لي زامي كيف قلت في الاول، كاين اللي كيكون محتاج لفيديو بحال هذا النوع، وان شاء الله موفقين والله يسر الامور.